باش تعرفوا الاختراق ديال هاد القوى الشر فين وصلوا. راه دخلوا حتى للفاتيكان، المؤسسة البابوية ديال النصارى الكاثوليك، وتم الضغط على البابا هاد سميتو هاد اللي كاين دابا ياك بنيديكت. هاد بنيديكتوس اللي كاين عندنا دابا ضغطوا عليه لدرجة انه هادي تقريبا شي شهرين تلمكانة ولا 3 شهور خرج وكيقول لك ان هو ما كيقولوش الشواذ، كيقول المثليين، وهذا لعيب في المصطلحات. قال لك الشواذ هما سماهم المثليين، سماهم اللي بغى يسميهم. قال لك الشواذ ايضا هم عيال الله ولهم الحق في تكوين أسرة. هل الفاتيكان نعمس باش نعرفوا ريوسنا ملي كان نقول راه الصهد اللي جاي راه ماشي ديال التفليه. ارتفعت اصوات عندك هنا نعم سيدي في المملكه المغربيه الشريفه، ارتفعت اصوات تنادي بتقنين ما يسمى زورا بالعلاقات الرضائيه، ويقصدون بذلك علاقات الزنا. وارتفعت اصوات تريد الغاء الفصل القانوني الذي يجرم الخيانه الزوجيه. لا سيدي ماشي خيانه زوجيه، المراه تبغي دير داكشي اللي بغات والراجل اللي يدير داكشي اللي بغى. وارتفعت اصوات تنادي بالغاء هذاك الفصل 490 نضع عليه الصداع الذي يجرم علاقات الزنا. قال لك ما خصهاش تبقى جريمه. وارتفعت اصوات هذه تقريبا اكثر من 10 سنين قال لك هذاك الفصل 222 الذي يجرم الافطار العلني بغير عذر قال لك هذا خصو يتلغى. وارتفعت اصوات مؤخرا تنادي بحفظ حقوق ما يسمونهم هما بالمثليين الجنسيين، والاصل في القضيه انهم شواذ، انهم شذوا عن الفطره التي خلق الله عز وجل الناس عليها. فما بقيناش كنتفلاو، هادشي ما بقاش فيه اللعب. هذا ما بقى لم يعد من نافله القول، هذا ما بقاش كلام تنقولوه غير من باب ندوزوا الوقت رمضان هذا ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله، هذا صار ضروره ملحه. الناس ما تتلعبش اللعب ديال اليوم وغدا كيف كنديروا حنا، حنا النفس ديالنا قصور، الناس تتلعب كالطرز داكشي بعيد. عرفتوا راه كاين واحد النوع ديال نسيت لي على سميتو، كاين واحد النوع ديال الرسم كونتمبوران شي حاجه جديده معاصره تيبان لك بحال غير تيخربق في الطابلو وتا كيسالي وتيقلبو وتيعاود يقلبو وكيبان لك مثلا رسم لك وجهك انت في الاول كيبان لك تيخربق، وما في الاول العفاريت تيبانو نحن بحال لا تيخربق. تيجي تيضرب ضريبه هنا ضريبه لهي ضريبه لهي وانت كتقول عاد تيخربق واحد. الحمد لله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حنا مأمنين الحمد لله. حنا هادشي عندنا بخير، لا حنا كامل يوصلوا لينا، لا أنا حسن، لا ولادي أنا، لا ما يديروش هاد القضية هادي. نهار كيقلب اللوحة وتيعاود يقلبها كتبقى يحل فمك، كيوليو خارجين لك هذوك اللي كنتي ما كتخيلش أنهم شي نهار غيكونوا عندك هنا، كيوليو خارجين لك من جنابك. صار الناس يعني ولاو بنياتنا ووليداتنا ولاو تيستحيو الا كانوا مع اصحابهم يقول لي راه غنمشي نصلي ولا يحشم. ولات المراه تقول لك بغيت ندير الحجاب ولكن خايفه يقول لي شي حاجه الناس غادي يقولوا فيا. سيدي ربي كيقول لك ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. وانت لما تعطي العزه شريف هاد المعاني اللي كنتكلموا عليها اللي هي مؤسسه للاسره واللي هي محافظه على الاسره، هاد المعاني هي التي يجب علينا ان نعيد ترسيخها داخل اسرنا. اول خطوه هي علاقتنا بهذاك القران اللي كنتكلموا على نحو تربيه اسريه قرانيه او نحو تربيه قرانيه اسريه. حنا تنتكلموا على التربيه وتنتكلموا على الاسره وهذا الشيء كله مزيان نتكلموا فيه، لكن الحلقه اللي الوسط اللي رابطه لنا ما بين هاد الجوج راه هي القران. شحال الحظ ديالنا حنا من كلام الله سبحانه وتعالى. غالبا ينصرف الذهن ملي كيتطرح هذا السؤال هذا ينصرف الذهن الى حظنا من التلاوه، وهذا راه اول درجه، ماشي زعما هذا ماشي مشكل ولا الدنيا هاني. لا لا لا، هذا مهم جدا، بل هذا من مهام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. اش تيدير؟ أول خطوة يتلو عليكم آياتنا، التلاوة. ويزكيكم، ثانية تزكية. ويعلمكم الكتاب والحكمة،